هنعمل دلوقتي مخبوزات العسل والطحينه، ظريفه جدا وسهله وشكلها حلو وطعمها ظريف، ان شاء الله تعجبكم. المكونات بقى معايا كيلو من دقيق المخبوزات، تمام؟ كيلو ده يعني 4 كوبايات كبار، اوكي، اللي هي كوبايه المج اللي احنا بنحط فيها بقى الشاي بلبن والنسكافيه الكبيره دي، تمام؟ 4 كوبايات منها هيعمل تقريبا كيلو مخبوزات. دي ايه مخبوزات عشان يبقى قوي ينفع معانا، ينجح معانا كمان في الوصفه. معايا كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره من الخميره، معايا كوبايه لبن دافيه، تمام، معلقه كبيره من السكر، معايا بيضتين، تمام، وكوبايه زيت، ومعلقه صغيره من الفانيليا، رشه ملح طبعا هنحطها على الدقيق، ونص كوبايه عسل اسود، عليها كوبايه طحينه او اقل شويه من كوبايه طحينه. يعني انا هقول لكم الفكره في ايه، يعني انا عايزه السمك يبقى عامل ازاي، تمام. ممكن نستخدم زبده او ممكن لا، بس غالبا مش هنستخدم الزبده، تمام. يا ريت خلاص نشيل الزبده، يعني انا ايه هدهنها بس بصفار البيض، مش هدهنها بزبده، بس انتوا ممكن تدهنوها بزبده بدل صفار البيض، يعني انا كان قصدي يا اما ده يا اما ده. وشويه سمسم كده للوش وبس خلاص. هقولها تاني، كيلو دقيق مخبوزات، كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره خميره، كوبايه لبن دافي، معلقه كبيره سكر، بيضتين، كوبايه زيت، معلقه صغيره من الفانيليا، ورشه ملح، ونص كوبايه عسل اسود، ده الحشوه بقى، نص كوبايه عسل اسود، عليها تقريبا كوبايه او كوبايه الا ربع من الطحينه الخام، ومعانا كمان 2 من الصفار البيض للايه اللي احنا ندهن بيه، وسمسم وبس خلاص. وصفه بسيطه جدا وظريفه جدا. طلع بوله بقى كده كبيره ونحط فيها الدقيق كده اهو، نحط رشه الملح، الدقيق كده، هذا الشكل الظريف. هنحط بقى الخميرة، هنحط السكر، هنحط اللبن الدافي كوباية، تمام، ومعايا بقى ايه كوباية المية اهي، هناك بقى ايه ده، اهي كوبايه، ايوه كوبايه، ايه ونعجن الكلام ده كده. ومعايا كمان بقى زيت، احط الزيت كده، يتبقى ايه، هيتبقى البيضتين والفانيليا، هضرب البيضتين دلوقتي واحط عليهم الفانيليا واضيفهم على العجينه كده، سيبهم كده ثواني، اكسر بس البيضتين هنا كده اهو، كده نحط معاهم الفانيليا، وهجيب شوكه واضربهم قبل ما اضيفهم على العجينه. واعجن بقى الكلام ده كده كله في بعضه كويس جدا. معايا محتاجه سن الدقيق، ما دام لزقت في الجلوفز قوي كده، هحتاج رش الدقيق كمان عشان بس العجينه ايه تلم معايا كده وتلف معايا وتسيبيها تخمر، تخمر لها كده مثلا، هتقعد لها تقريبا ساعه الا ربع ساعه في الرغيف. حط هنا كده رشه الدقيق. بالنسبه بقى العسل والطحينه، ادي العسل وادي الطحينه، هعمل ايه؟ عايزه اجيب معلقه، انا عايزه الطحينه هي اللي تبقى اكتر من العسل علشان هي اللي هتربط العسل وتخليه يبقى تقيل، فاهمين قصدي؟ احنا ممكن نعمل الحكايه دي فين؟ طيب خلاص هعملها هنا في نفس البتاع وخلاص. هحط العسل، الطحينه كده اهو، الطحينه دي كتيره قوي، كأنها بالظبط يعني مثلا هنعتبرها حشوة، مثلا زي الفول السوداني، زي الشوكولاتة، حشوة كده ظريفة داخل فيها العسل والطحينة. هناخد بقى العجينة، المفروض ان العجينة دي هنعملها ايه، كرات، كور، كور. كل مخبوزة هتاخد ايه كورتين،
فانا مثلا معايا كوره اهو وكوره كمان مثلا كده، يعني تعملي الكميه ايه على شكل كرات كده. تمام، هناخد اول كوره وهنعملها مستطيله كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو تقريبا يعني اهو. وبصوابع ايدي بقى ايه هعمل كده ايه فتحات كده يعني حفره كده، وهنا برضو نفس الحكايه. بصوا العجينه حلوه ازاي، حلوه جدا. وايه وهمشي الحشوه كده خفيف في الايه الحفر اللي انا عملتها دي، والطرف ده كمان نحطهم كده مع بعض ندوس عليهم كده سوا، ونبتدي بقى ايه نلف العجينه بقى ايه في يونكه يعني ملخفنه اي حاجه براحتكم. وهقفلها برضو من هنا. عايزه اجيب بس الاول صينيه، هحطها في الصينيه كده معايا ايوه كده، وهلفها ايه على بعض بالشكل ده، والطرف الاخير هنزله تحت فهتبقى ايه عامله كده، ودوس عليها كده افتحها كده بس. وهنجيب فرشه عشان ندهنها صفار بيض، صفار بيض محطوط عليه رشه فانيليا. تمام، وندهنها بقى كده سن، هنلاقيه ماسك على طول عليها من فوق، ويدخل فرن سخن على درجه حراره تقريبا يعني هنقول من 180 ل 190 في الرينج ده. هتاخد لها 10 دقايق 12 دقيقه ممكن بالكتير قوي يعني توصل لربع ساعه. اوريكم الاول شكلها اهو، وبطرطش عليها بطراطيف صوابعي كده ميه، واقوم مغطيها بالالمنيوم فويل. حتى بصوا الالمنيوم فويل كله عرقان. تمام، ده بقى يخليها ايه، يخليها طريه، يخلي الفطاير دي طريه ما تبقاش ناشفه، لا تبقى طريه وظريفه، تعرفي تاكليها كده تلاقيها لذيذه جدا.